أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، حيث أعلنت الأمم المتحدة موافقة أطراف النزاع في اليمن على هدنة لمدة شهرين تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مساء السبت. جاء ذلك في بيان للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرونبرغ، أكد فيه موافقة طرفي النزاع على وقف جميع العمليات العسكرية داخل اليمن وعبر حدوده، كما وافقت الأطراف على دخول سفن الوقود إلى موانئ الحديدة وفتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية من وإلى وجهات محددة سلفا في المنطقة، والاجتماع تحت رعاية الأمم المتحدة لفتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى. قال المبعوث الأممي إنه من الممكن تجديد الهدنة بعد فترة شهرين بموافقة الطرفين. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: هل تصمد هذه الهدنة وتؤسس لسلام شامل، أم أنها ستكون هشة وتقود إلى جولة تصعيد جديدة؟ نبحث عن الإجابة مع ضيوف هذه الحلقة، لكن الآن نذهب لمتابعة هذا التقرير، فابقوا معنا. هدنة أممية جديدة بمناسبة شهر رمضان تحظى بالقبول من الحكومة وميليشيا الحوثي ومباركة دولية. هانس غرونبرغ أعلن عن هدنة لمدة شهرين وترتيبات إنسانية تشمل فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة لعدد من الرحلات التجارية وسفن الوقود. الحصار المفروض على تعز يأتي في سياق هذه الهدنة، حيث رحب الطرفان بالتفاوض لفتح المعابر في المدينة. الحكومة سارعت لإبداء حسن النوايا بالإعلان عن إطلاق أول سفينتين للوقود عبر ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي، وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لتسهيل ترتيبات إطلاق سراح كافة الأسرى وفتح مطار صنعاء، في الوقت الذي تعبر الأمم المتحدة عن أملها في أن تتحول الهدنة في اليمن إلى وقف دائم لإطلاق النار. يرى مراقبون بأنها قد تستغل من قبل ميليشيا الحوثي لالتقاط أنفاسها وبدء جولة حرب جديدة. تأتي توقعات المراقبين كنتيجة واقعية لتاريخ الميليشيا في استغلال أي دعوات للهدنة، فضلاً عن استثمارها للمنافذ البحرية في تهريب السلاح الإيراني الذي باتت اليوم تهدد به الداخل والخارج. تحتاج الهدنة المعلنة إلى رقابة دولية لضمان عدم حرف مسارها واستغلالها من قبل ميليشيا الحوثي، إلى جانب أن يتم فك الحصار عن مدينة تعز وعودة الحياة الطبيعية إلى المدينة. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا، كما أرحب بضيفي المحلل العسكري عبد العزيز الهداشي وضيوفي الآخرين الذين سينضموا معنا في هذه الحلقة. مرحبا بك معنا سيد عبد العزيز. إذن كيف يمكن قراءة الآن موافقة الميليشيا على الدخول في هذه الهدنة، رغم أنها رفضت الهدنة التي قدمتها السعودية مسبقا؟ أسعد الله مساءكم وتحية لكم ولضيوفكم الكرام. أولا بالنسبة لظل ميليشيات الحوثي، أعتقد الحرب انحكت الطرفي، فرفضها الهدنة التي قدمها التحالف أو السعودية أو حتى الشرعية، كون هذا طرف في الحرب، فهي اعتبرت الهدنة المقدمة من السعودية حرب من طرف واحد، يعني هدنة من طرف واحد. لكن البيان الأممي والهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة تعتبر من طرف محايد، وبالتالي قبلها الحوثي. طبعا الحوثي ممكن أن ينقض الهدنة في أي لحظة من اللحظات، ولنا تجارب سابقة في الهدن والمصالحات معه، لكن حاليا هو وقع في إحراج أمام المجتمع الدولي إذا رفض الهدنة لمدة شهرين. وبالتالي أريد أن أقول أن قبول أن الهدنة وإدخال المشتقات النفطية وايضا فتح مطار صنعاء اعتبر بادره ايجابيه، بغض النظر عن موقفنا من الحوثي او الحرب مع الحوثي او موقف الحوثي، الهدنه في حد ذاتها حاجه ايجابيه جدا. اولا لالتقاط الانفاس، الشعب اليمني انهكت والحرب بكافه المكونات، الشعب اليمني الاخ تضرب المجاعه، وانا عندما اقول المجاعه اقول المجاعه الحقيقيه، بحيث ان الانسان الكثير من الاسر الان تكتفي بوجبه واحده وبأقل القليل، وبالتالي لابد من الهدنه. على ان تدفع هذه الهدنه اجراءات ايجابيه او التعاطي بايجابيه مع اطلاق سراح الاسرى،
إغاثة دولية وأممية وإقليمية وحتى من التحالف، لأن الشعب اليمني دخل يعني في متاهة في هذه الحرب. نعم إذن هي هدنة إيجابية. أترك هنا المجال لضيفي الصحفي من مأرب حسين الصوفي، مرحبا بك معنا سيد حسين. إذن كيف تعلق على موافقة الحوثيين الدخول في هذه الهدنة، وهل تتفق بأنه موقف إيجابي؟ شهر مبارك عليكم وعلى المشاهدين الكرام على ضيوفكم المكارم. وبالنسبة للهدنة، أعتقد أن لو أردنا أن نعيد تفصيل المشهد أو النظر إليه من زاوية أفراد، بالنسبة لإنجاز التعبير للأطراف المتحاربة، أعتقد أن الجميع قد وصل إلى يعني الشعب والذين يخوضون الحرب أيضا وصلوا إلى مرحلة من يعني 7 سنوات والحرب لا تزال تحصد الأرواح، وأيضا انعكاساتها على الوضع الإنساني بالغة السوء. وبالتالي أعتقد أن هناك مناخ ربما نستطيع أن نبني عليه إن كان هناك قرار داخلي، لكن للأسف الشديد القرار خاصة ميليشيا الحوثي فإن القرار ليس بيدها، وهذا صبح كثيرا يعني في كثير من الجولات التي كانت تعقد منذ أول جولة حتى في صعبة، يعني كان ربما المقولة الشهيرة للدكتور عبد الكريم الرياني حينما كان في صعدة وخرج مهدي المشرط واتصل بطهران، فكان القرار لا يزال قرار إيران، يعني قرار الحوثي قرار مستطرف. وهذه هي ربما هي صلب المشكلة اليمنية. أما بالنسبة للمؤشرات، كانت على الأرض كان هناك هجوم للحوثيين رغم أنهم أعلنوا أنهم وافقوا أو قبلوا بالهدنة. الحشد الذي استمر ويستمر حتى الآن تحت إطار أو عنوان ما أطلقوا عليه إعصار اليمن لا يزال مستمر، وإن كان هناك ضعف كبير جدا يعني حسب المراقبين وحسب أيضا ما يتمنى من أخبار في المحاضرات التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي أن هناك ضعف بالغ الأضعاف. يعني هذه واحدة من أكثر اللحظات التي يشعر الحوثيون أنهم عجزوا تماما عن حشد الناس. وبالتالي أعتقد الفرصة هي مواتية الآن، إن كان هناك فاعلية دبلوماسية، إن كان هناك نية أو إرادة لدى الأطراف الدولية والإقليمية لإتمام هذه الهدنة والوصول إلى ما بعدها من الوصول إلى حلول. نعم، إلى جانب أيضا الفوائد لربما الإنسانية من هذه الهدنة وما سيترتب عليها كما ذكرتم ضيفي، لكن سيد حسين، ما المكاسب السياسية التي لربما قد تحققها ميليشيا الحوثي من القبول بهذه الهدنة وتطبيقها؟ في الحقيقة ميليشيا الحوثي خسرت كثير من الفرص، يعني أهدرت فرص كثيرة وكبيرة جدا يعني منذ بداية الحرب حتى الآن، يعني هي كل مرة تضيع الفرص فرصة تلو الأخرى. ومنذ فترة كتبنا أن ميليشيا الحوثي لو كانت يعني حسب السؤال الذي سأتيه هو سؤال جوهري ومهم، يعني لو كانوا يفكرون في مكسب وخسارة، في حضور، في وجود على المستوى المحلي، أن يكون لهم حضور في التسوية السياسية أو في المستقبل، فأمامهم فرص كبيرة لكنهم أهدروها. وهذا هو الدور الوظيفي الذي يقومون به للأسف الشديد، يعني منذ اللحظة الأولى هم يقومون بدور وظيفي خدمة للإيرانيين بشكل صريح وواضح، ويقولونه هم وتقوله إيران وتقوله الأحداث وكل المعطيات. وبالتالي أمامهم فرصة لكنهم يضيعونها، وأعتقد أنها لن تصمد. هناك تحدي كبير وتحدي أساسي، أعتقد أنه هو يعني الترمومتر، هو الذي سيوضح ما إن كانت هذه الأمور ستتجه إلى الحل. الجبهات في مأرب واحدة من التحدي، أيضا معابر تعز وفتح الحصار عن تعز يعتبر يعني هي نقطة فاصلة وستحدد ما سيترتب عليه إن كانوا فعلا جادين في ما يقولونه وما يصرحون به، أو أنها ستكون نقطة لحرب جديدة. نعم سيد عبد العزيز، إذا يعني من المعروف أن ميليشيا الحوثي لا تلتزم بأي هدنة من خلال يعني ما حدث مسبقا، لكن الآن قراءة خطاب المبعوثين الدوليين ورفع سقف التفاؤل بما جرى، على ماذا يدل؟ والله حقيقة يعني أنا غير متفائل، يعني الحوثي مستمر في الحشود
ولو كنت أنا في قيادة الحوثي أو كنت أنا قياديا حوثيا لكانت هذه فرصة ذهبية لي إما لغزو مارب أو لغير مارب. هذه الحقيقة الحرب لها أخلاقياتها ولها والحوثي وقناص فرص. على كل حال الحوثي هو الذي منح الهدنة والذي منح السلام حاليا، كون بقية أطراف الشرعية أو القبيلة المعادلة غير قادر على ردة الفعل ضد الحوثي. على سبيل المثال، من الذي يحارب في مارب؟ من الذي يشن الهجوم؟ الحوثي والذي يشن الهجوم في مارب. وفي الساحل الغربي من الذي يشن الهجوم؟ هو الحوثي. وفي تعز من الذي يشن الهجوم؟ هو الحوثي. وبالتالي فإنه لو الحوثي وبدون إطلاق نار وبدون هدنة، لو الحوثي ترك مهاجمة غربائه فلن يهاجمه أحد. للأسف الشديد المكونات المعادية للحوثي ليس لديها القدرة على مهاجمته أو حتى محاربته. ماذا لو أعلن الحوثي مثلا أنه كان وراء اغتيال جواد؟ ماذا باستطاعة الانتقالي أن يعمل؟ ماذا لو شن هجوم على مارب؟ ماذا جميع الأطراف غير قادرة على الهجوم مهاجمة الحوثي؟ وبالتالي هو المكون الأساسي الآن أو العنصر الرئيسي في الحرب. للأسف الشديد الحوثي في أي لحظة والآن يستمر في الحشد ويستمر بالاستعداد، وسوف يفتعل أي مشكلة ما في مارب أو في الساحل الغربي أو في تعز أو حتى في محور مريس ليهاجم. وحيث أنه لا يوجد مراقب أممي لهذه الهدنة، ممكن الحوثي أن يدعي أنه تعرض للهجوم بينما هو الطرف المهاجم. الهدنة بدون مراقب دوليين تفقد قيمتها أو تفقد فاعليتها. لكن نحن نتمنى من جميع الأطراف اليمنية بما فيهم الحوثي أن يستغلوا هذه الفرصة فقط لهدنة ليتنفس الشعب. أما الحرب فأنا متوقع في أي لحظة أنها تنطلق، حتى لو استمرت لمدة شهرين، فإن كل الأطراف على سبيل المثال الحوثي سوف يستمر في الحشد والاستعداد للحرب، بينما بقية الأطراف مثلا في مارب ليس هناك حشد ومنتظرين متى يهاجمهم الحوثي. في الساحل الغربي نفس القضية، في كل مكان منتظرين متى يهاجمهم الحوثي. وبالتالي الحوثي سوف يستغل هذه الفرصة للحشد ليشن حرب جديدة. نعم سيد حسين، إذا السعودية كانت لديها مبادرة رفضتها ميليشيا الحوثي، الآن يعني كان دافع السعودية في تلك المبادرة هو لربما قد تقبل ميليشيا الحوثي الدخول في المشاورات المنعقدة في الرياض، لكن الآن ميليشيا الحوثي لم تحضر هذه المبادرة، فبالتالي ما الذي يجبر السعودية على الدخول في هدنة جديدة أو لربما يعني الدخول في هذه الهدنة التي دعت إليها الأمم المتحدة؟ الحرب هي بين ميليشيا الحوثي وبين الشعب اليمني. ميليشيا الحوثي هي التي انقلبت على كل الانتفاقات، هي التي انقلبت على الدولة، هي التي رفضت منتجة الحوار، هي التي احتلت العاصمة وغزت المحافظات، وهي التي كانت ترفض الحلول في جنيف 1 وجنيف 2 والكويت وستوكهولم وغيرها من الجولات التي كانت تعقد من أجل الوصول إلى حل. يعني ميليشيا الحوثي هي التي تعمل كأداة للفوضى في البلد، وبالتالي ما يرجع عنها من تدخل. أيضا لو عدنا بالذاكرة، وهذه نقطة جوهرية ويجب أن نتذكرها في الوقت، يعني في بداية سيطرة الميليشيا على صنعاء وفي 2014 هم الذين قاموا بمناورة عسكرية على الحدود السعودية، وبالتالي التدخل العربي كان نتيجة هي تفاصيل تربية أحداث يعلمها الجميع، لكن التدخل الدولي الآن والضغط الذي الحاصل الآن مع المتغيرات الدولية الحاصلة خاصة بعد الحرب في أوكرانيا وغيرها من الأحداث، ومحاولة يعني كثير من المؤثرين في المنطقة اللاعبين الدوليين بدأوا يعني يتجهوا باتجاه آخر، وبالتالي هذه واحدة من المؤشرات التي هي فتحت مناخ من أجل محاولة عقد هدنة أو الوصول إلى حلول، مع أننا نستبعد أن تصل هذه الميليشيا إلى حل، لأنها ليست صاحبة قرار ولا يمكنها أن لا تمتلك رؤية، يعني هي لا تدري أين مصلحتها من الذي يمكن أن تفعله كمكون محلي، لكنها هي تنفذ ما يطلب منها من قبل الإيرانيين. نعم بالنسبة حينما علم التحالف أعتقد أنها إشارة
ربما تلتقطها إيران. ونحن هنا نتحدث عن الصراع الإقليمي، إن كان هناك لدى إيران نية في الوصول إلى حل، ربما تصل إلى حل، وأعتقد أنها ربما لم تقبل ولم تصل، وستعود الحرب مرة أخرى سواء بعد شهر أو شهرين أو خلال الأيام القادمة. بالنسبة للمواطنين في مأرب، كيف يعني استقبلوا هذا الخبر؟ مدى التفاؤل لدى هؤلاء المواطنين؟ أصدق في القول أن الناس هنا في مأرب، الجيش، المواطنين، الناس لا يستشعرون شيء. يعني الأثر الذي يخوضه يعني خلف الكواليس والأمور السياسية، ربما المعركة لها صوتها ولها لغتها ولها يعني مناخها وظروفها، وبالتالي أعتقد هنا يعيشون الناس مناخ الحرب. وكل يعني هناك هجوم كان قبل ليلة أمس واستمر ثلاث أيام أربع أيام حتى وقد أعلنت ميليشيا الحوثي موافقة، وبالتالي الناس هنا متأهبون ويعلمون أن ميليشيا الحوثي لا عهد لها، واستعرضوا سلسلة من النقب والعهود وأيضا الكثير من الخداع الذي كانت تمارسه ميليشيا الحوثي، وبالتالي أعتقد أن الناس هنا يتركون للسياسيين يفعلون ما يفعلون، أما الميدان فله لغته وله يعني من يديره ومن يتحرك، وأعتقد هي الكلمة الفصل للميدان. أشكرك جزيل الشكر الصحفي حسين الصوفي، كنت معي من مأرب. وأعود إليك سيد عبد العزيز الهداشي، إذن فتح الممرات بهذه الطريقة دون يعني المرور كما كان مسبقا بالأراضي السعودية، ألا يفتح المجال لميليشيا الحوثي بتهريب الأسلحة أكثر من ما من السابق مثلا؟ أول ما يعني كنقطة نظام، يعني أقول أن المستفيد من الهدنة دائما هو الطرف الضعيف، والطرف الضعيف الشرعية. حاليا أصحابنا في مأرب يتنفسوا صعدة كون المأرب هي التي تواجه في الحرب. بالنسبة لفتح المعابر، يعني الحوثي يستمر في تهريب السلاح وما فيش حاجة بتعيق، يعني وربما هناك تواطؤ من قبل أطراف محلية وإقليمية لتهريب السلاح له، وإلا كيف يصل السلاح له ورغم الحصار الإقليمي والدولي. فتح يعني تزويد المناطق التي تحت سيطرة الحوثي بالغاز والبترول والمواد الغذائية ما فيش فيه مشكلة، بالعكس هذا يلغي مزايدة الحوثي في الحصار. أنا أتمنى أن يستمر تدفق النفط والوقود والمواد الغذائية. نحن في المناطق التي تحت الحوثي بيزايد عليهم، والآن أخذنا عليه ورقة من أوراق المزايدة. أما بالنسبة للسلاح فهو يتدفق للحوثي ليلا ونهارا، سواء عبر تفتيش المواد الغذائية، تفتيش السفن أم لا. القضية التي أريد أن أطرحها، ماذا عن فتح مطار الريان؟ لماذا لا يفتح مطار الريان؟ القضية الأخرى مطار عدن، ما زال يتم التفتيش على المنتجات المارة إلى مطار عدن. نتمنى فتح جميع المطارات والموانئ. الشعب اليمني وصل إلى درجة كبيرة من يعني إلى مجاعة حقيقية. مرة أخرى أود أن أقول أنا أتمنى أن تستمر الهدنة، لكن أتوقع أنها قد تفشل في أي لحظة. الحوثي يستعد يستمر في الحشد، بينما بقية الأطراف المعادية له سوف تنام في العسل. نعم، أشكرك جزيل الشكر المحلل العسكري عبد العزيز الهداشي، كما أشكر ضيفي من مأرب الصحفي حسين الصوفي، وأشكركم جزيل الشكر مشاهدينا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في زوايا حدث جديد.